نظرة المعارضة ولا جزء منها عندها على الأقل المسؤولية الأخلاقية لليسار في مصر، شنو رأيك؟ هو في نوع من يعني التقليد عندما قلنا نحن النهضة لديها المسؤولية السياسية والأخلاقية عن الاغتيالات التي وقعت، معناها وقع سحب بشكل ميكانيكي تلك الذي قلناه على الاغتيالات التي وقع ضد الرفيق الشهيد شكري بالعيد ومحمد البراهمي ومحمد نقر، ولذلك معناها نتصور أنه هذه العلاقة اللي عملوها وكأنه تربط في معناها حرب النجوم بموسم البطاطا في الفلبين، معناها لا علاقة، هذه فهمت الله معناها موجودة عركة في مصر ما بين السلطة والمعارضة. لا هاو فسروا شوية مجرح، ما يقول لك أنتم صفقتوا للسيسي كيف عمل الانقلاب، شوف وبالتالي انتم عندكم مسؤولية التصفيق. نحن لن نصفق للسيسي، نحن قلنا نتابع بحذر ما ستؤول إليه الأمور، هل أن سلطة تبقى سلطة مدنية على أساس احترام الإرادة الشعبية متاع 33 مليون معناها بشر هبتوا باش يقولوا نحن رافضين لحكم الإخوان أم لا؟ هذا كله نبقى نتابعه بحذر، معناها مش من هرتها، نحن قلنا وعطينا سكة لبياض وقلنا رانا مع معناها ما قام به السيسي، كله نتابع بحذر. وإلى حد ذلك الوقت عندما وقع تسليم الحكم لمدنيين وقت تذكروا معناها رئيس المحكمة الدستورية ومعناها وقع يعني تمرير السلطة إلى مدنيين، إلى حد ذلك الحين هناك معناها ليس انقلاب وليس معناها محاولة للانقلاب على السلطة القائمة، وإنما تنفيذ الإرادة الشعبية اللي هي ناجعة على هبوط ونزول 33 متظاهر لرفض حكم الإخوان. فيما يتعلق بما قاله وزير الصحة هو إشارة وتنبيه ومعناها محاولة لتخويف معناها المعارضة، وتخويف كيف كيف الشعب، تخويف الشعب على أساس أنه نحن لدينا مسؤولية بترك المجازر ولازم نرد بيننا، وفي تونس راهو تنجم تاكع ونبه، وقال رشد غنوشي قال شقاولكم كان معناها ما قامت به القوى الحاكمة في مصر كان تاكع معناها في تونس، إشارات لأنه كذا. ونحن راهو بالمناسبة زاد ننبهوا لأنه ممكن هذه رسائل مشفرة لأنه يقع اعتداء على اعتصام معناها باردو.